غزال وزرافة على سواحل القهوة في كهف الليمون والياسمين والسكر. هذه الكلمات باللغة الإنجليزية ما هي إلا كلمات أصولها عربية، فهي وغيرها من التي نصادفها بكثرة في محادثات بالإنجليزية جذورها وأصولها عربية، قام الغربيون بتضمينها قواميسهم عندما عجزوا عن إيجاد كلمات مرادفة لها في لغاتهم. وهذا مثال بسيط عن الفضل الكبير للغة العربية، وربما مثال على الظلم الكبير الذي وقع على لغة الضاد مقابل الإنجليزية، اللغة الأكثر انتشاراً في العالم. اللغة العربية التي يفتخر بها لأسباب كثيرة، لا يخفى عن معظم من يتقن فنونها أنها الأكثر بلاغة بين كل لغات العالم. في البلاغة قصة أخرى حيرت علماء اللغة من غير العرب في ترجمة أبيات لشاعر الكبرياء والشجاعة والطموح وأعجوبة عصره.